الدريبة. على أي فهم؟ قضية اليوم بديت أطوار أحداثها عام 1988 في دار في الضاحية الشمالية في مدينة كيبيك في الكندا، والحديث على لسان سيلفيا اللي عمرها 32، سيلفيا بينشو مولاة الدار. في شهر جانفي وفي النهار مش في الليل، هي في الكوجينة وتسمع في حس متقطع، حس متاع حاجة تضرب في الحيط وتعاود، تضرب في الحيط وتعاود. قالت بالك شي فردة متاع بيرسيان بقات محلولة والريح يحرك فيها، وبما أنه الحس جاي من فوق طلعت للطاقة الأولانية. النهار ذاك من صباح وظاهر مغش، السماء رصاص وأمبوتياج متاع سحاب، خيط شمس ما يتعداش. سيلفيا طلت على البيت الأولى اللي عرضتها، الشباك مسكر ما ثم شيء، لكن الحس مازال. عجب قالت بينها وبين روحها، منين جاي؟ وحست بهاك التنميلة الصغيرة متاع الخوف في راسها، ولات تمشي بشوية بشوية ولحمها قشعر. الحس بايت وما تسمع كان في التقزقيز متاع الباركي تحت ساقيها، التقزقيز متاع ساقيها خوفها حتى لين لحمها قشعر. لكن بخلاف هالتقزقيز هذا الحس ما تنحاش، باقي موجود. انهارتها صغارها الكل في بلايزهم، شي في المكتب وشي في الكريش، والبو يخدم، معناها سيلفيا وحدها في الدار. وبينها وبين روحها قالت شنية اللي صار زعما، اش بيني وليت مرعوبة؟ واللي زاد خليها تخاف أكثر أنه الحس هذا ماهوش جاي من برا، معناها ما هيش بيرسيان تضرب في الحيط البراني، الشي في الدار، في الدار الداخل وفي الليتاج الفوقاني. ووقت اللي سيلفيا جات تحل في الباب متاع آخر بيت، يدها زلقت على العظمة على خطرها لبها العرق. الباب تحل بتقزقيزة طويلة، ولهنا ولات سمفونية ما بين دقان البرسيان، دقان قلبها وتقزقيز متاع الباب. Who's that? في هالتواتر متاع هالأحداث الموحشة في دار سيلفيا، أول مرة يصير تقزقيز متاع باب. عادة البيبان مريقلين وعمرهم ما عملوا حس. ولهنا المشهد باش يخلي سيلفيا مسمرة في بلاصتها، عينيها زاحزة ترمي شلال، والنفس متاعها تقريب تقطع. أشنو اللي شافت؟ الطاولة اللي استعمل فيها رجلها باش يصور أن طابلة ديسا تبعد وحدها وحدها على الحيط، ومن بعد تعاود ترجع وتسطع فيه. حسب أقوال سيلفيا من بعد ما تتفكرش قديش بقات واقفة مرعوبة تتفرج في هكا الطاولة. الدنيا في البيت كانت ظلام تقولش مغرب. سيلفيا مدت يدها للانتيريوتور وهي ترعش، الضو شعل والحس وقف والطاولة شدت بلاصتها وكأن شيئا لم يكن. سيلفيا فكت ترتيحة هذيك، لقات القوة باش تهرب. مشيت تجري للدروج باش تهبط وتشد كوجينتها اللي يمكن بالنسبة لها هي الأضمن، لكن دوب ما حتى تسقيها في أول درجة وتسمع في حس متاع حاجة تتكركب. منين هالحس هذا؟ دزت بيت البانو اللي هو زاد قزقز وطلت باش تشوف شنية هكاكة، وتشوف في الفوشة متاع الحجامة متاع رجلها اللي رغي بها لحيته الدور وحدها كالزربوط في قاع اللافابو، الدور وتعاود من غير ما تقف. سيلفيا قلبها ولا في الرعايدة، جبدت الباب بقوة وصفت الدروج صفان، هبطت درجتين درجتين، ساقيها أحلى من راسها. وما ردت نفس إلا وقت اللي خلطت الكوجينة وتلتخت على كرسي، وقتها باش خرجت منها تمهيدة.
في هالمرحلة هذه سيلفيا بقات تترجع في الفيلم بشوية بشوية، تتفكر في الحس اللي سمعته، الطاولة اللي شافتها بعينيها تصدع في الحيط وترجع، والبليرو متاع راجلها، الفوشة اللي راغي بها لحيته باش يحجم كيفاش تدور في اللافابو. تسائلت يا هل ترى هي في يقظة ولا في منام، قرصت روحها وعرفت اللي هي في الواقع. لكن زعم هذا الكل اللي شافته تخيلات هلواس؟ سيلفيا مستنسى حياتها كاملة تقعد وحدها في الدار من غير حتى مشكل. من اللي صغيرة زاد أمها وبوها كانوا يسكنوا في الخلية المخلي، يخرجوا ويخليوها وحدها، وساعات ما يرجعوا كان عقب الليل، وعمرها ما حست بالخوف والرهبة متاع كالنهار ذاك. وبرا الدنيا موحشة وذلان، قداش من مرة سيلفيا تفيق من النوم وهي صغيرة ولا تلقى لأمها ولا أبوها، ويبدأ برق ورعد وريح يزفر وعادي بالنسبة لها هي، استانست. لكن نهارتها اشنو اللي صار؟ كلود راجل سيلفيا روح وهي حكيت له على كل شيء. هو بقى مدة يخزر لها ومن بعد اترشق بالضحك، قال لها سافا ماو، كنت حاب تمشي للطبيب فازية من غير ما تعمل فيلم. ولهنا رجلها كلود يقصد طبيب نفساني بالطبيعة، لأنه ما صدقش الحكاية اللي قالتها له مرتو سيلفيا، واعتبرها اليوسيناسيون، معناها هلوسة متاع حد استوحش على خاطر وحده في نهار مغيم وفي طقس كاسد. اشنو قال لها باش نعملوا حبار على طرف حس؟ بالك شي فما دي طرفو متاع حفران مش بعيد على دارنا، وهما اللي خلاو الطاولة تسطع في الحيط وطيحوا الفوشة اللي رغي بها لحيته في اللافابو. هالأحداث هذه تنسات وتحطت على حساب الهالوسة، حتى لين نهار وأقل من جمعة، والمرة هذه سيلفيا عندها شاهد. الشاهد هو ولدها، نهارتها وهو يلعب في البيت مع أخوه الصغير وهي تعدي في الأسبيراتور على الموكات، وكي تلامحت الحواج متاع ولادها المطيشين في كل شيرة سكتت الأسبيراتور ومشيت باش تهزهم. هي دوب ما تبسط وتسمع في الاسبيراتور عاود خدم واحد، قالت بينها وبين روحها ربما هي ما هبطتش الفلسة مليح. عاودت رجعت له ونزلت المرة هذه على الفلسة بالقوي، اسكت. هي تلفتت من هنا وهو عاود خدم، بقات باهتة تخزر الاسبيراتور، ومن بعد مشات سلت الفيشة من الحيط، قالت خلي الامر يستراح برا نمشي نخمر بيت واحد اخرى ومن بعد نرجع، ومشيت. هي مازالت كي خرجت والاسبيراتور خدم من غير ما يكون محطوط في الكورون، ولهنا سيلفيا لعبت عليها الدوخه وما تنهتت الا وقت اللي سكت وقعدت ربع ساعه وهي تخسر له. ومن بعد ولات هاي مشيت وهاي رجعت وهي تثبت فماش ما يزيد يخدم. لكن شيء الحكايه هذه سيلفيا استحفظت بها الروحة، ما حبتش تقولها الرجل كلود باش ما يعمل لهاش الفصيل متاع المره الاخرى ويقول لها كتهلوس وبرا للطبيب وهات منها كلاوي. سيلفيا سكتت، غمت داها فرداها وقالت ان شاء الله هذاك هو حد الباس. لكن المساله ما وقفتش لحد غادي، لانه سيلفيا تقول انه برشا مرات الاسبيراتور هذا يبدا محطوط في البلاكار ويقوم يخدم وحده، وتراسيلها تمشي تسكتو، وباش ما تخوفش صغارها تقول لهم اللي هي ما نزلتش بالقدي على الفلسة. لكن الأمور باش تزيد تتعقد وقت اللي الصغار باش يدخلوا في هالعجة هذه. في ليلة من الليالي وسيباستيان ولد سيلفيا وكلود راقد على روحه وفيقوه خطاوي متاع ساقين يقزقزوا على الباركي متاع القاعة. سيباستيان قام ويسخيلها أمه جاية في الكولوار. هو عادة يبدأ راقد في بيته والباب محلول. قام من فرشه ومشى يطل في الكولوار ويشوف في مرأة طويلة لابسة حاجة بيضة كأنها دخان متاع سيجارو، وتمشي بشوية 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 بشوية، ووقت اللي ثبت فيها جمد بالرحب ودخلت فيه غولة. واللي زاد خليها مصمر في بلاستو هو الضو اللي داير بها كأنه أنبوبة، وعينيها كانوا كحل وغارقين يفجعوا.
المرأة هذه تعدات وهي تخزر له بعينيها، فتت وهي تخزر له باقي متلفتته حتى لين راسه عمل دورة كاملة وغابت عليه ودخلت في الحيط. سيباستيان من كثر الرعب قريب يضرب بوسفير وعملها في سرواله، وطول عطا على ساقيه ومشى يجري طول البيت أم وبوه ترمى بحذاهم في الفرش وهو مرعوب ويبكي على طول صوته. أم وبوه قاموا مرجوعين وقالوا له شبيك ما لباس؟ الطفل يبكي بالشهقة ويغفص في دموعه وحكى لهم على اللي شافوا كل. كلاد وسيلفيا ما رقدوا ولدهم سيباستيان إلا بسيدي وسيدك، نساوا في الحكاية ورقد. لكن هما قعدوا فايقين للصباح يخزروا لبعضهم ويتسائلوا ايش نوى زادة حتى من سيباستيان ولا هلوس؟ ولادهم عمرهم ما صارت لهم حاجة كمان هذي، أعلاش توا؟ أبقاوا يمغضوا فيها السؤال كاللوبانة حتى لين حمارت السماء. وكلاود البو ما كانش مستعد باش يصدق الحكاية هذي، وزاد دار على مرته قال لها أنت اللي دخلت الرعب في الولاد وعديتهم بالهلواس متاعك. أما في قرارة نفسه كان عنده كيف الشك اللي ثم أشياء غير عادية قاعدة تصير في الدار، لكن طفى الحكاية ومعتهاش أهمية. في المرحلة هذه وإحنا في تونس ما عندنا مثل يقول من صدق إلا من عنق، عمك كلاود باش يعنق رغم أنفه ومش تعنيقة، يعني عناق طويل اللي باش يخبله الخيوط متاع مخه ويخليه يشك في روحه. في ليلة وهو راقد وحده في البيت على خاطر مرته سيلفيا ولات ترقد بعد ولدها سيباستيان اللي من حكايتك المرأة اللي شافها ما عادش يرقد وحده في البيت. كلاود وهو راقد اسمع حفلة من الأول ما انتبه لهاش، لكن من بعد ظهر له كيف اللي فما شكون ورا الباب يحبش يحلو هكاكا، ويشوف في العظمة متاع الباب الدور وحدها. الباب تحل وحده بالقصقيص، الضوء متاع القمرة اللي جاي من الشباك في طرف الكولوار ادخل البيت. كلاود تنطر من الفرش متاعه ومشى للباب باش يشوف شكون اللي حلو، لكن قبل ما يخلط للباب اتسكر عليه بقوة، عاود حلو وطل في الكلوار. كلاود دوب ما طل اتلامح خيال، ومن بعد غاب عليه كالخيال ما عاد شاف شيء. المرة هذه ما عادش فيها شك، كلاود ولا مفجوع والفجعة كلها كما يقولوا الفرنسيس أبريكو، لأنه ما كانش مصدق بالكل اللي حكيته له مرته سيلفيا واللي صار على ولده سيباستيان وحكاه لهم. كلاود في اللحظة هذيك قعد يبيع ويشري مع روحه، زعما يحكي الحكاية لسيلفيا ولا لا؟ إذا كان يحكيها باش يزيد على مرمتها وباش تصدق بالحق اللي صار لها وتولي عايشة في رعب كبير هي وصغارها. كلاود خمم مليح قاس غاس وقرر باش يحتفظ بالحكاية هذه لروحه إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. وفعلا جاه سي ما يخالف ذلك. أول شهر مارس كلاود ومرتو سيلفيا سمعوا في الأخبار اللي ثم عاصفة جاية ما هيش قوية، أما نصحوا العباد وخاصة الوليدات الصغار باش ما يلعبوش البرة وقت اللي تحليل. السماء فحمت والدنيا كحالت وولات ظلام تحيسها مد يدك مطرها. من بعد الجر ولا يتحرك والوراق ولا يحكوا في بعضهم، وبدا الزفيف يقوى ومعها الريح. الصوت متاع الزفيف غريب كأنه فيه أصوات. الأصوات اللي موجودة في الزفيف تقشعر البدن تقول الزادة معاهم ذيب يعوي. من بعد ولات عاصفة بالفم والملاء بعارضها متاع المطر للبرق اللي يشتح ما بين السماء والوطن. الأشجار معوجة شي يتكسر وشي يطاح، وخيوط الضوء في البوتوات قريب يتقلعوا، والريح يهز ويلتخ في كل حاجة خفيفة تعرضه، بسكليتات، سنادق، كراذ، حوايج وما ليهم نساوهم على الشريطة، الحاصل كلهم طاروا. وفيها الخوذة هذه كلاود وسيلفيا قواوا في الشوفاج على الأخر وجابوا ولادهم الزوز وأختهم رقدوهم بعدهم على ما يأتي أشكون يعرف.
في نفس الليلة هذيك الطبيعة عاملة استعراض. السماء معنقة، الأرض وتسقي فيها وكيسانها وديانة متعماء. قول نهار تجري وكعبة التبروري أكبر من القلاصون اللي حطوه في الكاس. الضوء متاعهم طميزي وليشاندال متاعهم برق. برق يولعش في كل بلاصة. الليل في البلاصة هذيك عنده بارشة من اللي طاح على النهار، وعادة ديما مخلطين مع بعضهم، لا تفرز النهار من الليل. العائلة الكل ملمومين في البيت وراقدين في سابع نومة كما قلنا لكم. وفي الهزيعة الأخير كما يقولوا كلوت قام على حس نبيحة متاع كلب جاي من برا. في العادة الكلب متاعهم ديما راقد في الصالة. كلوت قام وهبط من الفرش على تراتش أسوابه باش ما يفيقهمش، ومشى يثبت إلى أندرا الكلب متاعه وخرج لبرا. وقال له إيش مخرجوا في ليلة كي من هذيك؟ والغريب في الأمر كيفاش الكلب يخرج والباب مسكر. وأول فجعة بشكلها كلود وقت اللي طل من الدروج على الصالون هي وقت اللي ما شافش الكلب في بلاستو. وين مشى؟ قال في نفسه. وفوق من هذا ما عادش يسمع في النبيح. المشكل أنه الشبابك الكل كانوا مسكرين وما ينجمش يطل البر. الدنيا ماكلة بعضها كما قلنا لكم، الطبيعة عاملة شاطح باطح. لكن دوب ما جاء راجع وطلع دارشتين شاف مرتو سيلفيا بصورية النومة متاعها واقفة في آخر الدروج كالزهمولة. من الأول تفجع ومن بعد عقلها. قالت له شبيك قمت شفما؟ قال لها راني نسمع في الكلب ينبح البرة، أهبط باش نثبت وما لقيتوش، وهاني باش نزيد نطلع الفوق نثبت بالك شي غادي. هالكلب مستان ساعة ساعة يبات بعد سيباستيان. سيلفيا خزرت له قالت له الكلب تياو كوراك. كلود تلفت ويلقاه راقد في بلاستو. قال لها شنو؟ حتى أنا زادة وليت نهز وننفض. تي متأكد اللي هو ما كانش في الصالون والنبيح متاعه جاي من برا؟ ولهنا باش ما توليش نقاشات والولاد يفيقوا وتزيد تدخل فيهم غولة، كلود وسيلفيا رجعوا رقدوا. لكن في الحقيقة ما جاهمش النوم للصباح، وما عاودوش سمعوا النبيح متاع الكلب. ما فما كان سمفونية الطبيعة، اسفيف رعد وبرق وجار تدحنس على بعضها، والمطرب اللي عامل فيها سولو ذي بيعوي تقولش عليه بافاروت. في هالمرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنه عائلة لبانشو معناها كلود ومرتو سيلفيا وصغارهم مش هما وحدهم اللي دخلهم الرعب. الكلب متاحهم من هارتها ضربته البهتة، ولا يعدي نهاره كامل وهو يغزر للحيط وكأنه يشوف في حاجة ما يراوهاش الأخرين. وحتى كالصغار يجيوا يلعبوا معاه يكر عليهم ويرجع للبهتة متاعه. كلود قال برا نصبروا عليه شوية وإذا كان الحكاية تواصلت. وفعلاً البهتة متاع هالكلب هذا زادت كبرت. هزوه للفيتيرينير وقال اللي هو ما عنده حتى شيء لباس عليه، وفهمهم أنه الحيوان عنده ساعات فترات فيهم تصرفات غريبة لكن في ساعة ما تمشي على روحها. ولهنا التراكم متاع الأحداث باش يغير حياتها العائلة هذه، عائلة لبانشو، وباش يدخلوا في دوامة متاع ديزانغواس، مخاوف كل يوم تزيد وتقوى. الأمور في هالدار هذه ما هيش باش تقف للحد هذا، باش تتطور، واللي باش تسمعوه باش يوقف المخ ويخلي الإنسان يفقد السيطرة على كل ما هو منطقي. نهار سيلفيا شافت في السقف اللوطاني بقعة متاع نداء الماء يقطر منها. سيلفيا باتت منين جاء هنداء؟ عندهم 8 سنين وهما ساكنين في الدار هذيك وعمرهم لا شافوا ولا سمعوا بنداء. وفوق من هذا كلود كل عام يتفقد كل شيء في الدار، يصلح ويعاود اللي يلزمه ويتعاود، والشركة اللي يتعامل معها تعطيه جارانتي. اللي زاد حير سيلفيا انه بلاصة نداء تقابل الكولوار الفوقاني، منين باش يجيها الماء هذا وهي مازالت كي هبطت من فوق؟ ولو كان مثلا فما سبالة في بيت البان وبقات محلولة وإلا الولاد لعبوا بالماء راهي فاقت بيهم. سيلفيا عاودت طلعت باش تثبت ليطمئن قلبها، ما لقات حتى شيء. الكولوار شايح ونظيف. اشني حكاية هندا؟ مشيت جابت سلوم صغير انيسكابو وشوليقة وطلعت باش تمسح البلاصة. هي مازالت كي مسحتها والتليفون ضرب. هبطت هزت التليفون وتسمع في صوت حماتها متبدل.
ما وصلتش قالت لها كلمتين وترشقت بالبكاء. ايش بي؟ قالت لها سيلفيا. حماتها سالتها على كلود وينو؟ موش لهنا، قالت لها في الخدمه. وكلود بحكم خدمته كان ديما لبرا سور تيرا مش في البيرو. سيلفيا سالتها قالت لها اش فما؟ حماتها جاوبتها انه بو كلود عمل لاكسيدون، هي اتصلت بيه وما نجمتش تتحصل عليه، ووصاتها وقالت لها راهو في السبيطار وفي خطر. اش نيه هالمصيبه هذه زاده؟ قالوا يزيكش ولا نزيد عليك. الحاصل هكا العائله ما يزيهمش الرعب ولاو في المآسي. ولهنا من حسن الحظ بو كلود منع منها، اما قعد تحت العنايه المركزه مده. لكن بعد جمعتين سيلفيا القات بلاصه اخرى متاع عندها، المره هذه الفوق في البيت اللي موجوده فيها الطابل دو ديسان اللي كانت تذكر وتسطع في الحيط وترجع وحدها. والغريب انه البقعه كانت في التركينه الدخلانيه مش على الحيط البراني. سيلفيا قالت الرجل كلود شوف لنا شنو هي الحكايه هذه، الدار باش تولي بنداه، هذه مشكله بالنسبه للصغار. كلود كلم الشريكه وجاوا شافوا قلبوا الدار وقالوا لهم كل شيء مريقل، الدار معزوله معناها ريزولاسيون نتاعها لاباس عليها، ما ثماش علاش باش يظهر نداء. مسحوا البلاصه بالكدا وبقاو يستناو، بقاو يستناو مده، مسوها يلقاوها ديما شايحه. وقتها قالوا لكلود الامور راهي على العال مريقله، هو صاوا اذا كان فما حاجه يكلمهم. هالخدامه هما خارجين وفي نفس الوقت وقفت كهرباء فيها خو سيلفيا واختها، هبطوا يجريوا. هي كي شافتهم ترعبت، قالت لهم مش فما؟ قالوا لها راهو بوك تاح في الدروج وهاو كم لوح في السبيطار. في السبيطار؟ قالوا لا ايه وفي الكوما. الدنيا خاضت والمره هذه زاد كيف كيف، من حسن الحظ منع وخرج منها سلامات. لهنا وباش ما نطولوش عليكم، برشا مصايب اخرين صاروا في وقت قصير. زوز من الاقارب متاع سيلفيا ماتوا، واحد في اكسيدون والاخر موت طبيعيه، وسيلفيا بنفسها واحد حرق ستوب ودخل فيها تسبلها في كسر في العمود الفقري العنقي لا كولون سيرفيكال. ولهنا وحسب كلام سيلفيا كل ما تظهر بلاصه متاع عندها في الدار تصير مصيبه، وفي ساعه ما تتنحى وقت اللي يمسحوها. تدقوا سل الدربالة كما يقولوا، وسيلفيا دوب مبرات مشات الوحدة اسمها ميراي تيبو. المرأة هذه متخصصة في الظواهر الخارقة للعادة لي فينومين بارانورمو، ومع هذا الكل هالمرأة هذه ميديوم، معناها وسيطة روحانية أو قارئة روحانية حسب التراجم. سيلفيا مشات لها وحكت لها على اللي صار الكل. الميديوم طلبت منها باش تمشي معاها للدار باش تشوف بعينيها وتعمل التجارب اللي يعطيوها فكرة على وجود أرواح في الدار، معناها هي تتأكد أنه الدار مسكونة وإلا لا. وهاللي ميديوم كما تعرفوا يقولوا أنه اختصاصهم هو مخاطبة الأرواح، وعندهم جمهورهم وكليوناتهم وعندهم دولوبهم والطرق متاعهم، وبرشا ناس يلتجيوا لهم وقت اللي تبدأ عندهم مشاكل كما اللي صاروا لسيلفيا وكلود. سيلفيا الميديوم ولا الشوافة بعد ما سمعت حكاية اللي صار في هالدار سألت سيلفيا عملت شي وهي صغيرة تجارب في مناجات الأرواح، وأكيد راو فيكم شكون يعرف هاللعبة هذه، واللي الصغار والمراهقين وحتى الكبار يعملوهم حتى التوى باش يدخلوا في تخاطب مع الأرواح وتجيهم علامات على وجودهم معاهم. اللعبة هذه اسمها إسبري إتولا. الحاصل برشا ناس جربوا هاللعبة هذه. سيلفيا جاوبت الميديوم وقالت لها ايه ملي هي صغيره مغرومه بالجو هذا، جو البارانورمال، اما ما كانتش خوافه بالكل وما تتصورش لي الحكايه باش تصير عليها وبالشكل هذا خاصه. زادت قالت انه الاهتمام نتاعها كان مركز على علم الفلك والعرافه لي فويون، وما تعتبرش روحها ميديوم. ووقت اللي الميديوم حبت تعرف لاي درجه وصلت في الامور متاع الفويونس، سيلفيا قالت لها انه ساعات تشوف حاجات اما هي اللي تثيرهم مش يصيروا عليها بالشكل هذا. ومع هذا ما كانتش خوافه بالكل، وحتى شيء ما كان يرعبها ولو انها تمن بالتنجيم واستكشاف المستقبل. لهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، اذا سيلفيا جابت ميديوم راجلها كلود اللي حب يبقى عقلاني لاخر لحظه مشى يبربش في اداره الملكيه العقاريه وفي البلديه وفي الصحف اللي تصدر في المنطقه هذه كمتاعو، حب يعرف فماشي حاجه او معلومه تقول انه الدار هذه مسكونه. مبدئيا ما لقى حتى شيء.
الدار هذه تبنيت عام 1968 وسكنت فيها العائلة اللي شريها من عندهم عام 1980. وقت اللي شروها ما حكوا لهم شيء وما نبوهم من حتى شيء. يقول القائل زعما باش ما تفسدش البيعة؟ ممكن، أما لو كان ثم حاجة ما تتخباش، خاصة حكاية الديار المسكونة في سعم الناس تسمع بها، والخبر في سعم يفوح زادة في كل بلاصة. ميراي هالشوافة كشفت جانب مهم في شخصية سيلفيا واللي نجم يكون عنده علاقة باللي صار. الاهتمام نتاعها في صغرها وفي فترات من حياتها بعلم التنجيم الأسترولوجي خليها تسافر بالخيال نتاعها وتسرح في عالم آخر، دي بواياج أسترو. أما هذا ما يفسرش بالكل اللي صار، ويقعد بعيد على ميدان الميديوم والمختصين في دعوة الأرواح لانفوكاسيون ديز إسبري. سيلفيا زادت فسرت للشوافة أنها ما عادش تتلهى بالأسترولوجي وما عادش تعمل في تجارب لاستكشاف المستقبل كما مستانسة تعمل قبل، لكن هذا ما منعش تواصل الظواهر الغريبة هذه. وقالت أنه نهار ولدها سيباستيان حس بتقشعيرة غريبة، وهي وقتها حبت تعمل تجربة تخاطب فيها الأرواح وخافت عليه برشا، لكن من بعد ندمت أنها عملتها قدامه. والشيء هذا ما منعش أنها بعد أيامات باش تولي تشوف في حاجات في اليقظة. مرة شافت واحد من زملائها في الخدمة انتحر، وسويعات من بعد سمعت بخبر انتحاره. وقالت أنها مرات أخرين ولات تشوف في برشا عباد ماتوا عندهم سنوات، تشوف فيهم يدوروا قدامها كأنهم حيين وما ناقص كان باش تمسهم أو تتحدث معاهم. الشيء هذا ما كفاش، كلود راجلها ولا ساعة ساعة يحس بيها تغيب على الوعي كومبليتمون، وكأنها باش تدوخ وإلا دايخة، وولات زادة كل ما تحط حاجة تفقدها وتلقاها في بلاصة أخرى، وكأنه حد هزها ونقلها من بلاصة لبلاصة. هالمسألة هذه بدأت تتوال 3 سنين كاملين من عام 1988 ل 1991، وعائلة ليبانشو يعانيوا فيها المشاكل اللي ما همش فاهمين منين جاتهم. وكما عاد بها وين وآخر الطب كي جابوا فريق كامل متاع ميديوم لعل وعسى يطلعوا الداكزة هذه، واللي باش يحضروا عليها الجماعة يفوق كل الانتظارات متاعهم ويزيدهم على الرعب رعب آخر. ميراي الميديوم حسب كلامها قالت أنه هالفريق اللي جابته عمل برشا حصص متاع مخاطبة أرواح ثماش ما يلقاو تفسير للي صار في دار ليبانشو، والحصص هذه كل ما جابت حتى نتيجة. لكن سيلفيا نهار وهي وحدها حست بنوع من الخوف، خوف غريب، انانغواس. سمعت خطاوي متاع واحد يمشي ويجي، ومن بعد ولاو أصوات، أصوات غريبة تقول خارجين من بير وإلا من مغارة، أصوات تقول في كلام ماهوش مفهوم. النبرة متاعهم تقشعر لبدن. من بعد سيلفيا ولات تشوف في أشباح كأنهم دخان، ومن بعد بشوية بشوية كيف اللي صار التحام بين الأشباح هذوك ما الكل ولا واحد، والأصوات كيف كيف. الشبح اللي شافته سيلفيا متاع مرأة كبيرة عمرها قرابة 80 سنة، وكيف اللي سمعت اسم سيسيليا، معناها كالعزوزة اسمها سيسيليا. وكي حكيت الحكاية هذه الفريق لميديوم حاولوا أنهم يتحصلوا على تسجيل للظاهرة هذه، وحطوا آلات التسجيل السمعية والبصرية في كل بلاصة في الدار، بخلاف هذا آلات تصور بالانفراروج باش يلتقطوا الصور حتى في الظلام. ميراي الميديوم كانت حاضرة في التجربة هذه، واخذت نسخ من التسجيل متاع الأصوات الغريبة اللي تسمعت وحطتها على الموقع الإلكتروني متاعها. بطبيعة الحال باش الناس يقتنعوا أنه حكاية عائلة ليبانشو ما هيش من نسج الخيال. والحاجة اللي فاجأت لميديوم هي أنه هالأصوات اللي تسجلت ما كانت معاهم حتى تصويرة، ما شافوا حتى شبح من اللي شافتهم سيلفيا، ما سمعوا كان كلام ما هوش مفهوم، شيء بصوت واطي وشيء تقريبا بالصياح. في نهاية الأمر إذا لميديوم ما نجموش يتواصلوا مع الأرواح، الشوافة ميراي تحصلت على نتيجة في وقت أسرع، لأن حسب سيلفيا فهمت الظاهرة اللي صارت واللي سميوها في لغة المهتمين بالبارانورمال بولترجيست. هذه كلمة ألمانية جاية من صوت وروح،
فير دي بروي اي اسبري، وتعني كل ما هو عنده علاقة بظهور أشباح بأصواتهم، بظهور واختفاء الأشياء. والفينومين هذا ما عندوش تفسير، لكن المهتمين بالبارانورمال يقولوا أنه السبب الرئيسي متاعه هو الوسواس لانتيز، ويقولوا اللي ثم نوعين لا بتيت انتيز اي لا غراند انتيز. الوسواس الصغير يتكون كي يبدا ثم صغير في الدار قريب من المراهقة وعنده اضطرابات نفسية. حسب قوالهم هو اللي يخلي الأرواح هذيك تخرج من صمتها وتولي عندها وجود فعلي في الدار، يا اما بالظهور او بالصوت او بالتأثير على الأشياء. المسائل هذه يمكن باش تظهر لكم معقدة شوية ولا برشة، وفيها برشة مصطلحات علمية، لكن المهم في هالأحداث هذه أنه ميراي الشوافة نصحت سيليفيا باش تهز ولدها سيباستيان لطبيب نفساني، لأنه هو الصغير المضطرب اللي خلى الأرواح تظهر في الدار. نصحتها باش تنسى تماما أمور علم الفلك والتنجيم، وأقنعت عائلة ليبانشو باش يبقاو ديما مع بعضهم في دارهم وما يخليو حتى حد منهم وحده. بعد أشهر النتيجة كانت ملموسة، سيباستيان ولا يحس في روحه خير ولا متوازن أكثر. سيلفيا تنحاو عليها التخيلات وهكا الأوقات اللي تغيب فيهم، وبشوية بشوية لا عاد يسمعوا أصوات ولا يشوفوا في دبش يتحرك ولا ظواهر غريبة. لكن نهار وسيلفيا تنظم في الكتب في دارها جاه تليفون من عند أختها، قالت لها اللي هي شافت بعينيها الطاولة اللي في بيت نومها تسطع في الحيط ومن بعد ترجع لبلاصتها. ايش نوع الحكاية ورثة وتعديت لأختها؟ في نهاية الموضوع عند حلقة اليوم واللي هو يتعلق بمرض السكيزوفرينيا وما جاورها، واللي يخلي برشا ناس يسمعوا أصوات ويشوفوا حاجات ما نجموش يشوفوها الناس الأخرين، نقولوا للسادة المستمعين والأوفياء لبرنامجنا إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج الدريبة. الدريبة حلقة اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.